أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبته الأقلام في الصحف العربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. رئيس روسيا: الحكومة العراقية استخدمت القوة القاتلة ضد المتظاهرين. البيان الإماراتية: طالبت بوضع حد لأعمال الانتقام ضد المتظاهرين، وانضمت تقول القوات العراقية دعست محتجين. في الشرق الأوسط: ناشطو مدينة الصدر يوزعون منشورات تدعو إلى التظاهر. وفي العرب اللندنية: المرجعية تشرع للتضحية بعادل عبد المهدي وإنقاذ أحزاب إيران في العراق. القدس العربية: ائتلاف العباد يجمع توقيعات لاستجواب عبد المهدي، والقضاء يحاكم مجهولين بتهم فساد. في العربي الجديد: نصف مليار دولار خسائر العراق من قطع خدمة الإنترنت. ومن الزمان نقرأ: محافظ بغداد المقال يقتحم مبنى المحافظة للعودة إلى منصبه بالقوة. استطاعت انتفاضة الشباب أن تحاصر الطبقة السياسية لدرجة أنها صمتت في اللحظات الأولى وتركت لرصاص القناصة والمدسوسين داخل الأجهزة الأمنية أن يأخذوا دورهم الدموي في الكراهية والحقد ضد شعب العراق. ثم بدأت مرحلة الإفصاح عن الوجه السياسي الموجه لهذه الانتفاضة. مجد سامرائي رأى في صحيفة العرب اللندنية أن الجهات السياسية تعاملت مع الانتفاضة بوجهين: الأول تطميني يحاول تخفيف الأزمة وتقديم بعض الحلول العاجلة، والثاني تحريضي أعطى الوجه الأكثر خطورة على أمن الشعب على الرغم من أن رواده يدعون حماية أمنه. الرئاسات الثلاث تحدثت بلغة متباينة لكنها انطلقت من مضمون واحد في التهدئة، غرضها الرئيسي الدفاع عن العملية السياسية في مرحلتها التنفيذية الحالية ومحاولة حمايتها وحماية زعمائها من مخاطر الإزاحة والتغيير على يد الشعب. رموز الواجهة الحالية للحكم يحاولون استبعاد الأسباب وإخفاء الصورة الكلية بتبرير يبدو منطقيا في الشكل بأن الحلقة الحاكمة الحالية لا تتحمل مسؤولية سنوات ما قبلها، مع أن أي مرافعة جدية تتطلب مواجهة مباشرة بين أقطاب الزعامات السياسية صانعة رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة وبين الشعب. قد تخفف وعود الإجراءات الآنية بعضا من آلام جراح الشباب إذا ما تحققت فورا، خصوصا في القبض على زعامات الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، لكنها لن تداويها لأن المشكلة الحقيقية هي في أزمة النظام السياسي، وهي أزمة سياسية وليست أزمة مطالب فقط. وهذا ما عبر عنه مباشرة خطاب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي كشف عن الوجه الحقيقي للمواجهة بين المنتفضين الشباب وبين السلطة، حين هدد بالرد القاسي ضد من أسماهم بمن أرادوا بالعراق سوءا، لكنه لم يسمهم ووضع السلطة في مواجهة الشعب، وبرر ذلك بأنه وحشده يدافعون عن دستور ودولة بنوها بالدماء والتضحيات. وأضاف الكاتب فالح الفياض أن فالح الفياض ألغى في خطابه ما حاول الرؤساء الثلاثة إيصاله إلى المنتفضين وإلى الشعب، لكونه أن المعركة التي عبرت عنها انتفاضة الشباب والرد القمعي الدموي ضدها هي صدام بين السلطة وبين أعدائها، وأن هناك مؤامرة تقود إلى إسقاط النظام تمولها دول خليجية. انفجار غير مسبوق في الشارع العراقي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، انفجار لم يكن غير متوقع بل كان وقوعه مؤجلا، فهو ليس مجرد تمرد أو تظاهرة أو صحوة أو انتفاضة أو وثبة، هكذا قال محمد عاكف جمال في صحيفة البيان الإماراتية، وأضاف أن جيل الشباب المحروم بدأ في ميادين التحدي، بدأ غير متردد في تقديم أقصى التضحيات في الدفاع عن حقوقه المشروعة في حياة كريمة.
صلابة شباب العراق وتحديهم لم تتأتى من فراغ، فتاريخ 16 عاما من الإهمال واللامسؤولية للطبقة السياسية التي تحكم العراق قد صنعت جيلا يائسا لا ثقة له بالمستقبل في ظل استمرارية بقاء هؤلاء في سدة الحكم. تظاهرة لم يرفع فيها غير العلم العراقي، أبرز ما اتسمت به هو إسقاط قدسية القيادات الدينية، إذ لم تعد العمامة صاحبة القرار في إطلاقها والتحكم في توجيهها وفي مآلاتها. حكومة عبد المهدي غير قادرة أو بالأحرى غير مؤهلة لمراقبة هذا الحراك الجماهيري، بل وحتى مقاربة ما هو أقل منه توترا وخطورة، فهي ليست استثناءات من الحكومات التي سبقتها، فجميع من أشغل منصب رئاسة الوزراء منذ 2003 لم يكن بمستوى ما يتطلبه المنصب من قدرات قيادية، وهذا أحد الأسباب التي وقفت وراء الفشل في مقاربة الواقع العراقي ومنع تفاقم أزماته. فمقاربة ملف الفساد وهو الأكثر أهمية تتطلب مواجهة وطنية غير قابلة للتساوم بوجه سعة وعمق ما تلعبه طهران ووكلاؤها في العراق من دور خطير عبر ميليشياتها المدججة بالسلاح من استلاب سيادة البلد في تقرير سياسات حكوماته. وأضاف الكاتب أن التحرك الجماهيري الكبير تسبب في إحداث صدمة شديدة للطبقة السياسية الحاكمة والقلقة جدا من تداعياتها، فالأزمة ذات بعد عميق قد يطول بنية العملية السياسية، وهي بحاجة إلى معالجة ترقى إلى هذا المستوى، معالجة لا تستبعد تعليق هذه العملية ومجيء حكومة إنقاذ وطني تعمل على إعادة النظر بالأسس التي بنيت عليها ووقف العمل بالدستور تمهيدا لمجيء حكومة جديدة وفق انتخابات حقيقية حرة وبإشراف دولي. شعارات بغداد حرة حرة، إيران برة برة، وإخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة التي أطلقها المتظاهرون تؤكد جنوحهم نحو الوطنية من دون تفرقة طائفية أو مذهبية. ناصر زيدان رأى في صحيفة الخليج الإماراتية أن الشعارات التي رفعت في هذه التظاهرات والعصبية التي تصرفت بموجبها بعض القوى المسلحة ضد المدنيين تدل على أن ناشطي الانتفاضة لديهم قرارات حاسمة لتحقيق أكثر من هدف، وأن ما بعد التظاهرات الشعبية ليس كما قبلها. يمكن تحديد جذور عدة أثرت في تأجيج المشاعر الشعبية ودفعت الناس للنزول إلى الشارع، لعل أهمها أولاً تنامي منظومة الفساد التي تجاوزت كل الحدود رغم الوعود المتكررة بالقضاء عليها. وهناك معلومات متداولة عن ضياع ما يزيد عن 450 مليار دولار من الأموال العامة المنهوبة منذ العام 2003. ثانياً، يرغب العراقيون في الخروج من حالة اليأس والفقر المدقع التي تعانيها أغلبية الشباب، ومن البطالة المستشرية، ومن حالة عدم توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء، كما من البيروقراطية الواسعة الموجودة في الدوائر الحكومية التي تساهم في تعميم الزبائنية والفساد. ثالثاً، من أهم العوامل التي بدت أنها تحرك الشارع العراقي الشعور بالمهانة من التدخلات الأجنبية لا سيما الإيرانية والأمريكية، وتغييب العروبة الجامعة عن المفاصل الأساسية في حياة العراقيين، والدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يبدو أنها فعلت فعلها بين المتظاهرين، وهؤلاء يترقبون نتائج ملموسة لتنفيذ خطة مكافحة الفساد ولا يريدون سماع التصريحات التي لم يتحقق منها شيء في الماضي. واختتم الكاتب قائلا: لا يبدو أن الغضب تجاه التدخلات الإيرانية يمكن أن يستكين بسهولة باستخدام نفوذ رجال الدين، لذلك فإن هؤلاء ممتعضون أكثر من غيرهم من حال البؤس التي تعيشها أغلبية فئات الشعب العراقي.
منذ 10 أيام ميدان والشارع العراقي لا يعرف الهدوء، وأرصفة غالبية المدن طليت بدماء الشهداء، وضجت الأرجاء بصراخات المتظاهرين الغاضبين والجرحى ودعوات الأمهات وبضجيج الرصاص الحي المعلوم المصدر والمجهول والذي قتل العراقيين في وضح النهار. جاسم الشمري رأى في موقع عربي 21 أن الإخفاق الحكومي في التعامل العقلاني مع شباب العراق المتظاهرين جعل شوارع البلاد تمتلئ بالكراهية، وصار الكل يطارد الكل. المواطن بمطالباته المشروعه والمعقوله يطارد الحكومه، وقوات مكافحه الارهاب ومعها الجيش والشرطه والاستخبارات والحشد الشعبي جميعهم يطاردون المواطن لدفعه للصمت. وفي لحظات الخوف من الموت والاعتقال تطارد عيون المتظاهرين مسار الموت باسلحه لقوات يفترض انها عراقيه. في السابق كانوا يتهمون المظاهرات التي تخرج في مدن الشمال أو الشرق بأنها مظاهرات بعثية وإرهابية، ومظاهرات اليوم غالبيتها شيعية أصيلة، ورغم ذلك بدأنا نسمع بعض الاتهامات لها. ما يجري في العراق وبلا خلاف هي ثورة شعبية عفوية، بدليل أن رئيس حكومة بغداد أكد لمجلس الوزراء أنه حينما طلبت الحكومة حضور قيادات المظاهرات لم تكن هنالك قيادات لهذه المظاهرات، وهذا يؤكد عفويتها وشعبيتها. حكومة بغداد الآن في مأزق حقيقي لا يمكنها أن تخرج منه بسهولة، فإن كل الإجراءات الحكومية هي إجراءات ثانوية، لأن أرواح المواطنين وسلامتهم أهم وأكبر من كل الإصلاحات أو القرارات الترقيعية. الحلول الحكومية والزاعمة بتوفير 450 ألف فرصة عمل للعاطلين غير ممكنة التطبيق، لأن غالبية المشاريع الحكومية مشلولة، وهنالك عجز في الموازنة يتجاوز 60 مليار دولار، فكيف ستتمكن الحكومة من الوفاء بتعهداتها؟ والسؤال الأبرز بحسب الكاتب هو إذا كانت حكومة عبد المهدي قادرة على ترتيب هذه الحزمة من القرارات العاجلة وهذا الكم الهائل من الوظائف والمنح والأراضي المجانية، فلماذا لم تطبقها قبل التظاهرات؟ حكومة بغداد تجاوزت إذن كل الخطوط الحمر وأدخلت البلد في فوضى عارمة، لا ندري عند أي نقطة ستقف ارتداداتها. بين الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بدء موجة الربيع العربي، تميزت الحلقة المستجدة أخيرا منها برد دموي ساحق عليها، أوقع زهاء 110 من الضحايا وإصابة نحو 6000 مع اعتقال آلاف أيضا. محمود الريماوي تساءل في صحيفة العرب الجديد عن دواعي التصعيد الأمني العالي الوتيرة، وعلى الرغم من أن التذرع بمكافحة الإرهاب ما كان ممكنا، كما يستحق التساؤل عن دوافع الغضب المتأجج في صفوف المحتجين. في محاولة العثور على إجابة تمكن الإشارة إلى طبيعة الاحتجاج وإلى الرسائل التي بثها المحتجون، فهذه الموجة العارمة من النقمة الشديدة كانت تتجه إلى تحميل النظام مسؤولية الفساد والبطالة وتردي الخدمات والإفقار المتمادي، مع ربط الواقع بالنفوذ الإيراني الهائل والمتشعب في بلد الرشيد، وما رافق ذلك من استهداف المحتجين مقرات ميليشيات وأحزاب مسلحة، فيما تسابق زعماء لتلك الميليشيات على وصم الاحتجاجات بأنها تدبير أمريكي وإسرائيلي، وهو نعت من فك المحور الإيراني في المنطقة يطلقه على كل معترض وناقم وناقد في إيران ذاتها وفي دول النفوذ في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، من أجل شيطنة أي معارضة ولتسويغ أشرس أشكال القمع ضدها ولحجب صورة الاختلالات الداخلية. وقد استهول الحكم القائم في بغداد أن المحتجين يجمعون أطيافا شتى وبغير لون طائفي غالب على الاحتجاجات، وهو ما اعتبره مهندسو السحق الدموي للانتفاضة
يدق ناقوس خطر يقظة الوطنية العراقية الجامعة. وكان لافتا أن الأسلوب الإيراني في قمع احتجاجات الداخل في بلاد فارس قد اتبع في بلاد الرافدين، مرفوقا بمنع التجول وحظر الإنترنت والاندساس الكثيف في صفوف المسيرات وخطف المتظاهرين واستهداف من لم يخطف بالقتل أو التقاط صور للمحتجين لمطاردتهم لاحقا. وأضاف الكاتب أنه إذا طويت صفحة هذه الانتفاضة بصورة دامية ومروعة فإن أسباب النقمة تظل قائمة وتشتد مع انحسار فرص التوظيف الطائفي وبروز تهافته، وإن كانت مخاطره تظل مثيلة مع إدراك أن السياسات المتبعة تستنزف الثروات وتبددها فإن جميع العراقيين يتضررون منها، تهدد حاضر الأجيال الجديدة ومستقبلها. مثلما حدث في تونس ومصر في عام 2011 حين كرت المسبحة ليبيا وسوريا واليمن والسودان والجزائر، حان دور العراق لإسقاط حكم الأحزاب الدينية. انتفاضة شعبية واسعة تمددت يوما تلو آخر من بغداد إلى المحافظات الأخرى. داود الفرحان رأى في صحيفة الشرق الأوسط أن المشهد العراقي في تظاهرات هذه الأيام مختلف عن تظاهرات عام 2011، فقد تلاشى التمييز الطائفي في الاحتجاجات الأخيرة بعد أن وحدت بين سكان العراق المعاناة الطويلة والقاسية من الفساد والبطالة وسوء الخدمات والاحتلال الإيراني العلني. حتى الآن الانتصار الأول لمظاهرات الاحتجاج الواسعة في الأيام الأخيرة هو تجاوز عقدة الطائفية التي سادت المشهد خلال السنوات من 2003 إلى 2019 وعودة الهوية الوطنية إلى الواجهة بعد طول تغييب. لقد جمعت معاناة العراقيين في هذه السنوات العجاف بين عرب العراق في وحدة افتقدوها كثيرا وطويلا بسبب الأحزاب الطائفية التي سيطرت على أركان النظام الحاكم. المشكلة أن هناك في الحكومة العراقية من لا يعرف غير استخدام القوة المفرطة في وجه الشعب، بينما يطبطب على أكتاف الفاسدين والمجرمين الذين سلموا الموصل إلى داعش والميليشيات الإيرانية التي تعيث في الأرض فساداً وتشن حرب إبادة ضد السنة، شملت تغييب عشرات الألوف من الرجال والأطفال بلا محاكمة في منطقة جرف الصخر وفي معتقلات أخرى، وتهجير سكان عشرات القرى لتغيير ديموغرافية المحافظات لصالح إيران. إن المطالب الأساسية التي يعاني منها العراقيون تتعلق بالإحباط الاقتصادي والجور الأمني ونقص الخدمات والتدخل الإيراني. ولم يفت صحيفة نيويورك تايمز أن المتظاهرين كانوا يرددون هتاف نريد وطناً في إشارة إلى التغلغل الإيراني العلني في السلطة وعلى الأرض. وأضاف الكاتب أن الخلاصة التي يمكن استنتاجها من التظاهرات الأخيرة هي أن سلاح الطائفية أصابه العطب بحسب وصف الكاتب، فالجيل العراقي الجديد قرر استعادة العراق من إيران بعد انتهاء سنوات صلاحية الفساد والتعسف واللطم. تشير دراسة جديدة إلى أن الحصول على زيادة في الأجور قد يحمي الموظفين من أمراض القلب والسكتات الدماغية، فقد وجد الباحثون أن أولئك الذين زادت رواتبهم كانوا أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بقصور القلب على مدى السنوات 25 المقبلة. وقد ذكر صحيفة الشرق الأوسط أن دراسة التي أجراها باحثون بمستشفى بريغهام أند وومز في بوسطن ومدرسة هارفارد الطبية وجدت أن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ازداد بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين قل دخلهم الشهري،
وجد الباحثون أن أولئك الذين ازدادت رواتبهم انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، لكن المشاركين الذين انخفض أو قل دخلهم قد زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، وذلك لأن هؤلاء البالغين كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة من الصور الكاريكاتيرية. بها تنتهي جولتنا الصحفية، غدا صدى أقلام جديد بإذن الله، إلى اللقاء.